كيفديري؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير ان شاء الله. بغيت ندير دجاج مقلي وبغيت نشارك معكم. عندي دجاج هنايا مغسول ومفيده للجلده. درت الزيت شويه ديال الزيت الابيض وشويه ديال الزيت الزيت مي هو تيغلي الزيت بزاف باش يتقلى هو الاول، وشويه ديال المليحه. غادي نقلي هاد الدجاج مزيان، عاد ديك الساعه ندير عليه البصله والثومه والكزبر ومعدنوس تكون سخانه شويه، وغادي نبدلهم ان شاء الله. عاد ندير التوابل ديك الساعه. من دابا غادي تقلى لينا الدجاج هو الاول. يعني البنات فاش كيتقلى الدجاج تبقاو تقبوه ياك بالموس ولا بالفرشي يعني. البنات كما قلت لكم طحنت في الطحانه ديال اسميتو هذه البصله وقزبر ومعدنوس والثومه، ها هما زدتهم على داك الدجاج اللي مقلي، ودرت شويه ديال الزعفران والحامض المصير وضمه ديال الدجاج. الا درتو ضمه ديال الدجاج ما ديروش الملح البنات، الملح على حسب الذوق. شويه ديال التحميره، شويه ديال سكنجبير، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال الكمون وليبزار كما قلت لكم. ايوا غادي نسد عليها دابا حتى يطيب ليا داك الدجاج ان شاء الله، وتبقى لي غير الطخموره. البنات الدجاج ديالنا كيف تيجي والطخموره راه ما نقولش لكم، يا سلام سلم، واعر 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 الصراحه اكله يا سلام وسريعه فنا. ايوا هنا عندنا بطاطا فريت، وهنا عندنا الشلاضه مطيشه البصله والخيار. هذه هي الشلاضه. ايوا بالصحه والراحه.